السلام عليكم، معكم الهادي من جديد. الفيديو غنتكلم على العيد الأضحى. غدا الأربعاء، اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء. ونوضح واحد المسألة جد مهمة، خصني نقول داكشي اللي عارف أنا، اللي فهمته، اللي تعلمته من نفسي ومن الحياة، التجربة، ماشي مني تنسمع الناس، ماشي مني اللي يسمع مني. هاد العيد الأضحى اللي كدبحوا فيها الأكباش، أنا دبحت من قبل، أنا كنعطاكم، ماشي كنهينكم ولا كنستهزأ من الدين ولا. ورغم هاد المصطلح ديال الدين في القرآن، يعني هو المعنى ديالو الصحيح هو النظام، ماشي هو الدين. الدين ماشي هو الصفة اللي توصفوا لكم، هو في القرآن يعني النظام. اوكي، لهذا العيد الأضحى كما شرحت قبل الفيديو، قلت بأن الأضحى الذبح في لغة القرآن ماشي هي الذبح ديال السكين. اوكي، لكن نتوما راسكم قاصح هارد هيدت، ماشي مشكل. نتكلم على الختان. ختان سيركمسيجن، وعندها علاقة بالذبح والدم. اوكي، درت فيديو قبل بالانجليزي، تطرقت هذا الموضوع، غدا تقريبا ترجمة ديال الفيديو السابق اللي بالانجليزي. بالنسبه لهذا اسمه هذا الختان عند اليهود في الاولد تيستمنت، في التوراة، الروايه اللي تقول في التوراة تقول بان ابراهيم نادى الله باش يمشي. هم طبعا الحال ما تيقولوش الله، تيقول واحد الاسم اخر، عندهم ثلاث اسامي اليهود. اوكي، مشى عند الكوفينت، بورت كوفينت، مشى عنده قال له غادي تضحي باسحاق، ابن ديالك اسحاق. ونفس القصه ديال ابراهيم مع اسماعيل، قال له وقف الان، غادي تغير الختان، غتختن. وكان انا داك عنده روايات يقولوا ما بين 90 حتى 93 عام، غالبا 93 سنه، وتختن، ختن راسو ابراهيم، ختن راسو، قطع الجلده ديال الذكر ديالو. هادشي تنقول انا، لا ساهل تنقول لكم شنو كاين، ولكن نعطيكم شنو الخفاء اللي دار في الخفاء، اللي تخدمت به البشريه، تصلبات به البشريه. اوكي، خاص اليهود المسلمين طلعتوا لي في راسي. قال لي ختن، قال لي اي واحد باش يكون من السلاله ديال هذا ديال اليهود خصو يكون مختن. بقات الختانه هذه، وكتعرفوا الختانه راه اش البيبي ولا الولد الصغير تيتختن، تيختنوا، تيقطعوا ليه داك سيسميو الجلد ديال الذكر ديالو، تيقطعوه ليه باش تيتسمى يهودي. ومسلم لا ميم شوز، نفس الشيء، مسلمين. غير حنا قضيه ابراهيم فاش جات فيها الذبيحه ديال الكبش، واليهود جات فيها الختانة، ما جاتش فيها الذبيحة، ولكن القضية مشتركة، فيها الدم وفيها التراما وفيها الطقوس السحرية. اوكي، الطقوس السحرية سيتو، الطقوس السحرية. الدري البيبي ملي كيتزاد تيقطعو ليه هذا الجلد ديالو، تيقطعو ليه. اوكي، الانسان تخلق هو حر، البدن ديالو تخلق، علاش غادي يتمس ليه البدن ديالو؟ علاش تمس واحد العضو في البدن ديالو؟ علاش لماذا؟ اوكي، هما نقول لكم علاش. هما اليهود كاين هذوك بعض اليهود تيقطعوا هذوك الربايز شيوخ ديالهم، تي ماشي كلهم، ولكن واحد النسبة 15% تقريبا، تي واحد الطقوس ديال داك الرابع تيقطع ليه هذا، تيمص جلد الذكر ديالو، الدم ديالو تيمصو، تيسميو البريس بي ار اي اس بالانجليزي. اوكي، وحنا هذا كيقول لك انا بحال دابا حول لي فانيدا البونبون ولا شوكولاتة في السماء، قال لي شوف. اوكي،
تراما، هذيك التراما كتخلي التراما في الانسان بلا ما تيحس باش يعيشها كامله، و تينسيوك في الحياه الداك. بعد الانسان ملي كيتزاد تتبقى عنده واحد شويه ديال الذاكره، شيء قليل من الذاكره حياة السابقه، ملي تكون الختانه كتمحي لك الذاكره، تاخذ لك الروح ديالك، تاخذ لك واحد القسم من الروح ديالك. هي ماشي الروح، هي الذاكره، لان الروح راها ذاكره. اوكي، الذاكره كتبقى ترجع حتى كتصفى اولا كتبقى تلوت. باش كيلوتو الذاكره تيلوتوها لك بختانه عدة اشياء، بالخوف اللي في الدين، والان بهاد الفاكسان الفاكسان اللي كاين، فهمتي؟ دونك الختانه وهذا طقوس سحريه، فهاد الطقوس السحريه زايدينها ما عندها حتى علاقه حتى بالقران. القران الا تطرقوا ليه ما كاينش هادشي. اوكي، وفديناه بذبح عظيم، قالوا بان كبش نزل من السماء مختن حتى هو. انا ما بقيتش كنهتم بهاد المواضيع، ما بقيتش كنعاونكم انا باش ما تبقاوش تذبحوا الاكباش وتبعد تمتنعوا على استهلاك اللحوم، وباش ما تبقاوش تمرضوا من الناحيه الطبيه، ما تبقاوش تمرضوا. ولما تيمرضش ماشي مشكل، غير نقص، ما تقتلش حيوان. علاش غتقتل الحيوان؟ واش الحيوان انت غادي تقتل الحيوان وغادي تعذبو باش انت تاكل؟ راه كاين عندك اختيارات اخرى، عندك اختيار تمشي دابا السوبر ماركت الخضار الفواكه على جميع الانواع وهي صحيه. علاش كتمشي للدم؟ لان انت عندك الطقوس السحريه مغروسه لك في الدماغ، في العقل ديالك، في الوجدان ديالك، في الحيوات السابقه، وما بغيتيش تصلحها الان. انا باش ذا فاينل كاونت داون، يو دونت وانا فيكس ات راي ناو. اوكي، الذبيحة راها ماشي، ما عندهاش علاقة بالدين. الذبيحة ما عندهاش علاقة بالدين، ما عندهاش علاقة بالدين، ما عندهاش علاقة بالدين. جعلتو الدين، جعلتو هو تاني كتقتلو فيه وتلبسو وتبانو الشكل وتحركو بواحد الطريقة. الدين راه نظام، راه رمز، كلمة الدين راها رمز للنظام، والنظام تتجلى في الطبيعة، في المعاملة ديالنا ومعاملة مع الطبيعة. باش نقتلو حنا الحيوانات؟ باش حنا تاكل شي حاجة بنينة؟ الروح شي حد طرح السؤال، قال لي في أحد الفيديوهات، قال لي بأن النبات هو روح، علاش كناكل النبات؟ ما فيش الدم، النبات ليس في حياة بيولوجي، ولكن ليس هناك دم في النبات. الشيء الوحيد اللي فيه الدم هو الحيوان والإنسان. أوكي، حتى الجينيات، حتى الجينات ديال الحيوانات راه هي ديال الإنسان. أوكي، والأغلبية شكون كياكل اللحم كثير في العالم؟ أمريكا، أمريكا وأرجنتين وهادو الباراغواي والأورغواي وهذا سنغافورة، هادو مثلا امريكا. امريكا شوف الحروب والقتال اللي فيها والحروب خارج بلادها، امريكا تاكل اللحم. اللحم واش قول لي الان شي واحد نباتي غيكون تيسرق ولا يكون تيكذب ولا يكون تيزني ولا يكون نباتي؟ ما غاديش يكون، غيكون فيه ولكن شي حاجه قليله، اقل بكثير من واحد اللي كياكل اللحم. النباتي ما يكونش مجرم. هاد المجرمين اللي تيحكموا العالم ما يكونوش نباتيين ابدا. والاغلبيه اللي تعلقوا عندي ولا 100% اللي تعلقوا عندي ماشي نباتيين، كلهم كياكلوا اللحم وتكذبوا. كذابه كتكذبوا. انا منين انا ما كناكلش اللحم، بعد ما تناخذ الفرماج تشيز وداك الشيء بعد ما الضروره، ولكن ماشي 100% نباتي. ولكن الحليب ولا هذا، انا ما تنشربش الحليب، ولكن ماشي مشكل، نقصتي مزيان. راه مساله الروح ديالك، راه الروح، راه الروح، راه الروح، روح 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 روح. واش روح كتاكل؟ روح فيها الدم؟ روح ما فيهاش الدم، روح ما كتاكلش، روح ما عندهاش الشهوات اللي تنعرفوها، الشهوات اللي تنعيشوها حنا، شهوات شيطانيه، راه زارعين لنا في الذات اللي فيها الدم.
ما باش تخرج من هاد الذات وتمشي الروح وانت عايش فيها، خصك ما تاكلش اللحم، ما تاكلش كثير، باش غادي تطرق الروح ديالك. باش تطرق الروح ديالك وانت كتاكل في اللحم تحمق تمسطي، واحد مسلم قال لك لا لا راه قال لي ذبح ولدو، كفانا هادشي، كفانا هاد بوشيت، كلكم الشيعة والسنة حتى الملحدين، حتى الملحدين حماق، الملحد باش الملحد انت ما عارفش من الملحدين لا يؤمنون بالحياة السابقة، نعش حتى الملحدين كلكم نيو ايج، كلكم فاكت اب، كلكم الا بعض الافراد القليلة قليلة افراد هما لا يظهرون على الانترنت على اليوتيوب، هم اللي اسمح هم اللي كيكونوا تيفهموا شنو هي الروح. الروح راه ما عندهاش الجنس، الروح راه ماشي ذكر وماشي انثى، ولا كانت الروح ما هي ذكر وما هي انثى، وما عندهاش شهوات، نو فاكين ان جريفينز ان ذا سولز، وما عندهاش انتوما غاسايبين والامراض الان تتزاد، اللحم ما تيتهضمش، راه كاين بعض المرات بعض الانسان اللي خصو 72 ساعة باش يتمص ليه يتهضم ليه داك اللحم اللي عنده. وانا بتجربة كنتكلم، راه ماشي بالارقام ديال هادو، نو نو ما نو 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 لو تخرج انا كان انا ما جبتش الارقام وهادي وداك السحر، طبيعة ما فيهاش ارقام، هذاك السحر اللي عنده الارقام شي بوشيت مشي ياكلها، داك الاحساس ديالنا خذ اسبوع او ثلاث ايام كل خضر فواكه وتبع ثلاث ايام كل لحوم وحد تشوف الفرق، بلا بدون ارقام بلا لابوراتوار بلا دكاتره بلا مشي قاودوا هادو كلهم مشي قاودوا. الاصل الانسان نباتي، الحيوانات تقتلهم، تقتلوا الحيوان للضرورة، ضرورة هتموت بالجوع تاكل، ما عندكش ضرورة، عندك الفواكه تدخل سوبر ماركت الآن تلقى جميع أنواع ديال الفواكه والخضر، والإنسان مسطيو دابا هادو كلهم مجرمين، خصهم يقتلوا، وحيد ليهم اللحم غادي نقص اللحم وتشوفوا التغيير. بيت واحد البيت تاعك انت صح رب البيت ولا ربة البيت، زيلي اللحم الاحمر، خلي السمك ماشي مشكل، راح تشوفوا التغيير ديال التربيه ديال الاولاد والبنات ديالك وديال الرجل والمراه، راح تشوفوا التغيير. اللحم 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 اللحم، والان راه جابوا اللحم جديد دابا حتى النباتي، جابوا ستيك هذا مغير مورات، ماشي مغير وراثي كلوند، اللحم كلون تيديرو دي سيلول وتيخلقو منها ستيك، راه ولا موجود الان هذا ال هذا ال بعض الاشياء اللي كتبان نباتية فيها بعض الاشياء، فيها اشياء من اصل اللحم من جينات اللحم، تحتاروا راه كاين اشياء خطيرة الان مع اثناء كورونا، راه ترى خدامين يشتغلين في اشياء اخرى. ما تاكلوش اللحم دابا الان بلاتي، حتى ولو لنفرض انا اعطي هاد النصيحه هادي، شحال من واحد يسمع عليا؟ زيرو 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 زيرو، اللي كان يسمع عليا على حسب اليوتيوب بق النوكش ديال اليوتيوب تقول لي 100 ولا ما هاد 100، شحال من واحد يسمع عليا غيطبق؟ زيرو زيرو، وكتبقى حجه عليك، الروح ديالك تكسب عليك، تكسب عليك، غتلقى ملي تموت وتعاود ترجع تلقاها، كلا ما كليتيش اللحم غتبدا توعى بشويه بشويه، تبدا توعى، لان اصلا حنا اللحم الدم اللي فينا هو اللي امراض، الدم راه هو العقل، شي الدم جينات اللي فينا حنا راه هو العقل، هو كلشي، هو كلشي، هو الامراض هو اللي كيسبب الامراض. الا كان الدم نقي خفيف ونقي ما غاديش تمرض، ملي كتبقى تاكل اللحم راه دم، شمن الخفا وخضار وربع ما فيهاش الدم، روح هذاك روح ما فيهاش الدم، المشكل هو الدم، والدم هو واحد باش كنرجعو حنا، راه الدم ديالك كترجع كتولد ولدك ولا كتولد باك ولا جدك ولا عمك ولا كتولدو كترجع، راه الدم هذا اوكي، دم دم دم، باش نقولو الدم السلالة الدموية سلالة.
قطعوا اللحم قطعوا هذا واللي ما تذبحش ما تذبحش هذا العام ما تذبحش ساكري في داك الحولي اللي حول الصدقوا ما تذبحش كل لحم وكل شويه وبدا تنقص بشويه بشويه ما تبقاوش تذبحوا الاخباش والعالم فيه مشاكل هادشي ديال الكورونا هذا السحر السحر هذا السحر راه الذبح راه السحر راه سحر والدنيا هاد كيف فسروا هاد الديانات راه سحر راه كنعيشوا سحر هذا راه سحر هذا يغرقوا هادشي راه كله سحر كلشي سحر الخلق ديالنا السحر سي الخلق ديالنا هذا اللي كتشوفوا راه السحر وما تعرفوا هادو اللي تيحكموا العالم هادو راه الفاتيكان اصحاب الاسلام والسعوديه ولا الشيوخ راه الفاتيكان هادوك الشيوخ القدام كلشي كاتبين هو هادوك اللي خدامين مع الفاتيكان كاثوليك تشيرش العائلات اللي كيحكموا العالم كله ورا هاد الباب لو نوار لو بلون الجريت كلهم ما سميتهم ماشي يهود هما اليهود 11 تابعين ليهم تابعين خاطئين ليهم فهمتي هما الفاتيكان تيقول لك هما هاد العائلات رافت شهادك تيقول لك هما انهم تيسمعوا خدامين مع الله كارثة عظمى تيقول لك هذاك الله ديال الاسلام هو اللي خدامين معاهم تينفذوا اوامر ديال حبسوه بشوية بشوية حبسوه بشوية نقصوا اللحم نقصوا اللحم فيه تيخصو تيطيب بزاف خصو يبقى يتطبخ 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 وتعطي ريحة انا المرأة اللي كانت ساكنة قبل مني 30 عام وهي ساكنة هنا عمرها طبخت اللحم مرة كبيرة عجوزة عندها تقريبا 84 عام عمر طيبت اللحم طبخت اللحم في البيت حتى دخلت انا حبسوا اللحم والله ما تعرفوا واش داير الروح ولا الوعي اللي ما حبسوش اللحم بارك مشي شكابان انتي زيدي انتي زيد تاتي عاوني داك الدكتور اللي عندنا في المغرب هاجي تعاوني جيت انتي عاوني الدكتور تا هو راه عزيز عليه هاد الذبيحة تتنغم معاه احبسو انتو ما كتذبحوا ليل ونهار تقيوا الله اللي بغى ينهض بصحته لان راه ما يمكنش تعرف الروح الا بديتي بصحتك وبصحتك بطريقه ذكيه هي اللحم 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 الاحمر اللحم راه حيوانات راه كائن هذا كتقتلو هذاك راه ارهاب كتقتلو كتاكلو راه كانيباليزم هذا راه كانيباليزم راه ما يقولوش لكم الحقيقه غادي يقول لك الحديد وكيا الا كان هذاك الباشيه كتاكل من الارض خشاش الارض باش تعطيك نتايا لي فيتامين وهذا وانت كل حاجه تخد ديريكت مباشره باش تدخل البقره يدخلها ويدخل السيستم ديالها كل انت ديريكت دي السبب لا لي فيتامين خص الايرون الحديد ما الحديد وكون نتايا ديريكت وكولها الخشبة وهادي والخشاش الأرض وكل بركة ما تتفنى هذا الشيء كل شيء راه الأرقام والكليات والجامعات وتقريوا كل شيء كذوب كل شيء كذوب سحر 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 والميلات كلهم سحر الطبيعة راه ما تحتاج شي حد يفهمك ويوعيك ويقريك اخ انسان تحتاج الحيوان الجلد ديالو يصنع منه مثلا النعل ديالو اييه راه تيموت الكبش راه ولا البقره كتموت واحد الوقت كتموت تقدر تاخذ منها الجلد ديالها تاخذ لحوم العظام ديالها تستعملهم لهذا التوب سويل مثلا فهمتي فوق فوق التراب ماشي مشكل الصوف تستعمل الصوف حنا عندنا الان الصوف عندنا كلشي عندنا الجلد عندنا كلشي عندنا كلشي كنستعملو ما كنستعملوش الجلد علاش غادي نقتلو كاع الحيوان نذبحو نقدر هذاك ندفنو في الارض الانسان تيجعرو هي من العيد ما تنعذر الناس انا ماشي كنقول الانسان مي انا غير كنحاول نوعيكم ونقول لكم الحقيقه ديك الختانه اللي عنده بيبي ولا غادي يولي ما تختنش ولدك راه آلام تيديرو فيه آلام ها شوفوا الصور شوفوا الفيديو تقدروا الفيديوهات تشوفوا وانتم انتم بحال اليهود في الدين ديالكم بحالكم بحال اليهود مسلمين اليهود
الشيوخ هادو الرابايز راه حتى هما شياطين 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 بحال ديال المسلمين، والقفص ديال اليهود قفص، ولكن حنا كابي ديال اليهود كابي ديال اليهود. صايي ستوب ستوب ات ستوب ات، بداو حياة جديدة، بداو تبنيو واحد الحياة جديدة ووعي جديد. ما تبقاوش غاديين في داك التراث القديم، داك التراث القديم ما خدامش الان. وحتى الا غيرتو لينا فريد كاع الا كان يعني صحيح الاسلام تيقول بان خصك تذبح وداك الشيء، ولا ما ذبحتيش ما غاديش جهنم. ما كايناش جهنم، نضمن لك ما كايناش جهنم، لا توجد جهنم، ما كايناش ديك جهنم النار، ما كايناش جهنم بداك الشكل ما كايناش. اوكي انا نضمنها لكم على حساب تيكيت على حسابي. السلام عليكم، شكرا على السلامه.